الى مبنى سعد الكلثم هنا. سعد استريح. بجلس هنا. لا بجلس مكانك. ما في مكيف هنا. والله ما في مكيف. كنت بجلس هنا عشان طيب وش تختار يا علي اللي مبنى سعد الكلثم اللي قام من مكانه الان؟ قمت عشانك يا علي ترحيبا فيك. الله يسلمك. بعد عيني بس تكفى. عندك حديد، خشب، ماء، سمنت، رمل، تفضل. عطى الماء. ليه ماء؟ ليه؟ طيب ماء الى الدور الثالث. ليه يا حبيبي لا يكون عطى الاسمنت. السؤال هو اختار اسمنت. هذا سؤال سؤال يعني نتمكن من مساعدته، سأتمكن من مساعدة علي. متى تتمكن؟ سنتمكن. السؤال يقول حبيبي إذا ما من هو الصحابي الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم ربح البيع أبا يحيى؟ هل هو سلمان الفارسي، صهيب الرومي، عبد الله بن أم مكتوم؟ عد السؤال وجاوب يا ما أحول له الإجابة. اتفضل يا علي. جاوب يا علي وابحث. سعد. سعد. اتفضل يا علي. اي ساعده. اطلب. قل ساعدني حبيبي. قل ساعدني علي. ساعد الله يهديك. احذف سلمان الفارسي. يلا ابحث. طيب عندك صهيب وعبد الله. صهيب الرومي. يا الله يا الله يا الله يا الله. صهيب الرومي. خالد راح الوقت خلاص. راح الوقت. راح الوقت يا حبي لك. احذف ثنتين. لا اقول له الاجابه زين. الله العظيم يا حسن. راحت الإجابة خلاص. هو الظاهر من يوم اختار ما في الدور الثالث واضح بيخسر في خمس ثواني من واحد لاثنين. والله أنا أحس كذا ما أدري. الله يعافيك يا علي. والله إني كنت مستبشر. علي معانا لكن ما توقعت. هلا والله. تفضل. الآن خسر سعد الكلثم. تفضل راضيه. تفضل. أسألك بالله يرضيك هذا الشيء؟ يرضيك؟ لا أنا قلت هذا الموضوع هذا لا يرضي لا كافر ولا مسلم. خسرتني دورتين المفروض إني أكون في الدور الثالث. اوكي بعد يقفل قفل بوجهي بعد. غيرها بغيرها وجايين تفوز. حزين.